أنا وإنت ما منندمج مي وزيت منحب البعد بس منخاف نكون بعاد هي دراما زايدة أو طبيعة الإنسان بيجيكي تحت القمر ليوديني صوت الليل ما قدرنا نفلت إيد يمكن انخلقنا هيك الحياة بهلوان ما بتفرح غير الولاد حرقتنا النطرة كان عنا نقص مثل اللي ناطر شخص بيحبه بطقة الشمس أنا الشاعر أنت كل مقطع كتبته كل سطر وجعني راسي لقدرت ألفته كل بنت رسمتها وجبرتني أكون معها بوقتها مثل رسام مشلول بس مصر يكفي اللوحة بيدمك ضجيج أو جيتك بنص العجقة المشاكل بتنحل وبالآخر بيروح لونا كنا مهوسين وما إجت ببالنا فكرة إنه جينا مرة ويمكن حدا منا يفارق بكرة في جرح فينا ما بعمره بيتسكر من ايد ازتنا والخيط رابطنا فيها يا قلبي بلش يخنقنا كان لازم نشبك صبيعنا بس خفنا من الشرارة لكن عيشتك بضلوعي كوني بكره المسافة رممنا بحر لنغوص ركزنا بعمق خيالي ونسينا اخرتنا جورة نفسها الكسرت لركابة قطعنا وعد والخيط انقطش بالمرة عامل تأمين وما عطيتيني قلب جديد كيف الورد بتدبل بس ما بتغير محلة متل امتحان مبكل كان عنا أسئلة كتير والسؤال الموصلنا له كيف رح نتعود على العزلة نحنا شخص واحد أصلا وخسرتنا وحدة فضلت خايفة حالي في قول مجسمي عالهادي وتبقى مش فهماني سطوري عاكس بلقيس وقباني وجنا دبل هالبرداية عزل النور كل ما نسابر لنفتح نلاقي مسرح وجمهور نكون الممثلين واخد دور ما بيلبق لي صيامي عنك فتح راسي من الغيرة فطار عقلي في جرح فينا ما بعمره بيتسكر من ايد ازتنا والخيط رابطنا فيها يا قلبي بلش يخنقنا في جرح فينا ما بعمره بيتسكر من ايد ازتنا والخيط رابطنا فيها